حنموعدكم مع واتس كوكينج، واليوم معنا شيف انا اول مره رح كون معه بيير. يس. كيفك؟ سافا انت؟ الحمد لله. انت شيف باتيسيير. يس. ودائما بدك تعمل لنا قصص طيبه. كل ما كون بدك يعني انا مبسوطه اكثر شيء لانه المشاهدين كمان بيعرفوا انه جادور ديسير. بقى اليوم عندنا كريم بريلي غير شكل. يس. اليوم مع انه الكريم بريلي كلاسيك مظبوط ورسات كثير هينه، بس حبيت زيد عليها تفاح. هلا بنشوف كيف رح نعملهم، وتمر. سو تمر شوي انسبيري من المنطقه ميدل ايست، والتفاح لانه نحن ببلد التفاح. سو جمعت الموديل السبت كان في دوموزيل عم تحكي، كانوا عاملين ايفنت عن التفاح وهيك، سو قلت واي نوت انه عن جد ندخل التفاح بالكريم بريلي. اول مره انا ولا مره ضايقه كريم بريلي مع تفاح و 100% 100% تمر. نحن بنخاف دابيتود، يعني بس يقولوا كريم بريلي بنفكر انه روسيت صعبه شوي، ما بتنعمل بالبيت. يلا هذا اللي حتشوفوه يوجولي معي. مثل 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 العاده، الروسيت كثير هينه، الانجريدينتس كثير هينين، كريم مع فاني، حاطط فاني بقلبها، سكر وبيض وصفار بيض. صفار بس. سو كثير هينه، سوبر هينه. اوكي. رح نغلي الكريم تبعنا. اوكي. سو هيدي كمية الكريم. أنا أوريدي حاطط الفاني بقلب الكريم. سو سو رح نغليها. بنفس الوقت رح كون عم حط الصفار. نخفقهم. يس. مع السكر. بس ما رح نخفقهم كثير، رح بس نخفقهم شوي. يس. يعني انجا يبلشوا هيك يصير لونهم شوي على ابيض. بتكون الكريم اوريدي عم تغلي. سو بس اللي بنعمله بنزيد الكريم المغليه على هذا الميلانج اللي هون. اند ذاتس ات. بتخلص ساعتها بدنا نصفيها ونحطها بالرمكان لا نخبزها بالفرن. اوكي. الكوكينج تبعها هي الشغله الاساسيه. اي. الكريم بريلي ما بتحب انه يكون في فان كثير قويه عليها. اوكي. ونحن بالفرن عندنا بالبيوت مش كلهم عندهم. ايه. احلى المهم يكون الفرن على حراره واطيه، يعني عم نحكي بين 100 ل 120 130 درجه ماكسيموم. فينا نطلع اكثر بالحراره، بس بده يصير في عنا بده يتغير لونها للكريم بريلي على الوجه. سو مش هيدا المقصود؟ لا ما بدنا الـ 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 بس انه الكريم بريلي بنحرقها من بعد السكر. yeah. اوكي. بنحرق السكر. سو هون بس انا مثل ما قلت لا ما فينا ما بنحرقها بال اوكي سخنه. سو خفقنا لكينا صفر البيض مع السكر، هلا بدنا نزيد الكريم صح اللي سخناه على المزيج 100%. سو غليت الكريم هون رح ننزلها نحن عم نحرك. واو. عم نشوف المقادير على الهواء. يس. حركتي ايه ما هي خلصت. خلصت. هيدي هي. هلا رح انت جايب معك خالص تندوق. يس يس لانه بدها بالفرن. طمنتني لانه هون دغري عم صفي. سو حط مصفيتي اوريدي. ليه؟ لانه بالايام بس نكون عم نكسر البيض او حتى الصفار بيكون فيه ايام مثلا هيك برغل مثلا مع السكر او شيء الافضل ما يكونوا بالمزيج. يس 100%. سو لكن بنصفيهم بنفضل نصفي ورح نعبي هلا بقلب الرمكة. يام. سو لكن انا منعبي. اوكي سو بس نعبي الكريم بريلي. في من بعد ليه نريح
لا لا ما مريح هلا اتس ريدي تو بي كوكت. بس عندنا شغله كثير اساسيه بدنا نعملها اللي هي باماري. ليه انا حطيتهم بهي الصينيه؟ لانه بدنا نعمل باماري. اوكي سو بدنا نزيد مي بالصينيه. بالصينيه في كثير بيسالوا ليه بنعمل باماري؟ ليه ما بنخبز الكريم بريليه مثل ما هي بالفرن؟ سو الفكره بالباماري اول شيء المي بتخلي رطوبه 100% رطوبه بكل الفرن. سو الكريم بريليه وجهه ما بيشق شيء ما بيشق. اوكي والرمكان ما بتحمى لانه الرمكان بتقدر يعني بس تتعرض لحراره بتحمى بتحمى بتصير تعلى حرارتها. سو اللي بيصير هون بتضل ستدي بتضل 100% سو تتوزع حراره المي على على, على 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 كل الكريم بريليه مش بيكون اللاير كثير سخن بتضل نفس الحراره 100% سو ما بتنطبخ الكريم بريليه الداير اكثر من جوا. اوكي سو ذاتس ات. هلا نحن جاهزين لنفوت على الفرن. ضروري كثير مهم انه نفوت على الفرن ونرجع نحط المي. ذاتس ات. سو ليه؟ لانه مش رح نقدر ننقلها ومعقول كثير نفوت على الكريم بريليه المي. سو هون رح نحط المي. تقريبا نص ال لنص الرمكة. لنص الرمكة. اوكي. دخليهم على الفرن قد ايه وقت قلنا؟ الفرن رح نفوت على ساعة هلا. بدهم هالقد؟ يس. على 100 دغري. دغري. صح. اوكي. اوكي. عم نحكي سلسيوس. 100% مش سو الكريم بريليه تبعنا فاتت على الفرن. هلا بدي اعمل الميكس اللي هو التفاح مع التمر. سو تنعمل ونحل رح نعمل اذا بدك هاف كراميلاسيون يعني نص كراميلاسيون للبوم. ما بدي اعمل ان كراميل بدي احط سكر على النار. اصلا انت جايب جراني سميث يس وبيكون شوي اسيد حامض بفضل الطعمه مش الجولدن يلي هلا عم نلاقيه بالسوق. انا بفضل استعمل تقريبا كل ما اعمل شيء فيه تفاح بستعمل جراني سميث لانه هيدي الحموضه مع السكر بتكسر السكر دفنت سو بتخلع بالانس بتصير بالهيدي. اشطر مني شكلك اكسبيرينس بطلي ثانك يو اذا جاي منك هالكومبليمون. لا انه عم تساعديني بالشرح. سو انا اوريدي كنت بلشت اقطع التفاحات سو رح زيد بعد شوي. من قصة مكعبات صغيرة 100% وأنا مقطع التمر هول اللي هون هن التمرات فكرتهم عنشواء أنا قبل بشوي شكلهم سو هون هلا سكر يس بس بتخيل رح غير طنجره اوكي اوكي سو لحط شوي شوي سكر على طول بحال الكراميل عم نعمله ما بنحط كل السكر من الاول سو لازم نحطه على مراحل اوكي سو لحط شوي شوي سكر لانه عم نتعلم تكنيك منك. ايه صح. سو اذا حطينا السكر كل كميه سكر اللي بيكونوا بالكعب رح يبلشوا يذوبوا واللي على الوجه بيكونوا بعد ما وصل لهم حراره لانه اتس سوليد بودي يعني السكر منه ليكيد بيحمى منحرك بيحمى موجن. واذا حركت الكراميل ما منحرك 100% اذا حركت شو رح يصير؟ اللي بارد رح يسقع السخن والدايب واللي كراميليزي ورح يصير في عنا برغله شفت؟ نيكست تايم انت اعملي لي مهضومة اوكي سو هون عم نعمل الكراميل هلا ثواني كل ما ديبو بنرجع بنزيد ايه ما رح كثر انا كثير سكر ما بدي زيد كمية السكر بدي لانه رح اوريدي اعمل كراميلاسيون للكريم بريليه على وجهها سو ما بدي كثير علي كميه سكر سو بس شويه سكر اوكي اوريدي بلشوا
هول بدهم ينحطوا فوق الكريم بريلي. هيدي رح تنحط 100% فوق الكريم بريلي على وجهها. وبعدين بدك تحط السكر وتحرق السكر فوقهم. لا احط رح اخلق السكر, أحرق السكر تحت ونرجع نحطهم فوق. 100% اوكي. سو هلا بنحط التمريض كمان معهم. اذا ما اذا انا مستعمل تفاح بس فينا نستعمل نجاز كمان. أوكي. فاذا عنا اذا كان موسم النجاز وعبالنا نستعمل النجاز كمان كثير طيب. سو شيء بيشبه التفاح نجاز كثير منيح. سفرجل فينا نستعمل كمان. هون زحت شوي عن النار لانه قويت. سو عم نطبخ التفاح مع التمر. فينا نزيد عليهم ليمون زيست برش حامض كمان كثير بيلبق لهم. فكره ال يعني انا بدي اظهر شوي كانت من موضوع انه كريم بريلي كلاسيك بتقدم اكيد واستعمل عن جد فواكه كثير هينه وموجوده بحيالله بيت اللي هي التفاح واخلق هيك طبق اذا بدك معقول الواحد يستعمله بالبيت بعزيمه ومعقول يستعمله ب فيه شاف يستعمله بمطعمه مثلا يستعمل هيك كومبينيشن لكريم بريلي مع ويطلع شوي من المألوف. ريحة الكراميل تقتل. يامي. هلا صاروا كراميل. هلا التمر كمان ساعد لانه التمر فيه كميه سكر منيحه يعني حتى فينا نلغي السكر كليا لانه بس نحط التمر يا التمر كميه سكر عاليه فيه. سو فينا بس نحط التمر مع التفاح. هون بدي بس التفاحات هيك شوي يطروا بس يضلوا الدنتي يعني يضل فيهم قرشه ما يصيروا كثير هالطين. كثير موضوع التكسير مهم كثير على طول اكيد بحكي تكسير على طول لانه الباتيسري مش بس الطعمه التكسير كثير مهمه يعني قد ما التكسير مهمه قد ما الطعمه. وبعدين بالباتيسري لازم نشتغل جراماج اجباري اهم شيء يعني أنا ما فينا نشتغل حسب النظر وهيك على النظر نحط سكر شوي ونزيد وهيك بتضيع الطاسه. ايام بيسالوني روسيتات بتعرفي اصحاب امي كذا ايه سو بتصير تقول لهم 100 جرام ما قلنا شلاله بالكبايه بصير انا ضايع على الكبايه انا مش معود على الكبايه كلها هيك كلها هيك سو بس فنجان شاي فنجان قهوه هيك عظيم. هون البوم مع التفاح مع التمر اوريدي مطبوخين. سو غير شكل ردي لح هلا بدنا نحط سكر على الكريم بريلي. يس انا اوريدي هولي لازم يسقعوا مش ضروري لح اخذ الكريم بريلي اللي انا جهزتهم اوريدي. ايه ثانك جاد جبت معك مجهز اوريدي. سو الكريم بريلي كمان في ناس بتقول لازم تحرقوها بسكر بودره لازم تحرقوها بسكر اسمر عادي. انا رح استعمل سكر عادي ما ضروري نعقد حياتنا عيشتنا تن تنعمل كراميلاسيون للكريم بريلي. سو بس بدنا الماشين بس بدنا ايه اكيد او في مثل حراق بيجي فونت هيك حديد من مثل المكوايه يعني فينا بالمكوايه. سو هون حطيت كمية سكر وما بدي اياها كلها سو برجع بنزلها بنزيدها على الثانية سو بزيدهم على الثانية. مش ضروري تكون كثير سميكة الكوش لا يلا هلا بدكم تعرفوا ليش اسمها كريم بريلي لأنه بدنا نحرق السكر. هلا هيدا عم تعمل مش الحل مش الحل سو
هيدي هون بتصير كريم برولي، بس نحلق السكر. يعني المشاهدين عم بيشوفوا بس ما عم بيشموا رويح الطيبة. هين الواحد يحرق السكر بالطريقة بده، بس يكون منتبه ما يحرق زيادة، ما يحرق الكريم يلي تحتها. ايه ما لح يوصل للكريم، ما لح هيك، بده يمشي مع السكر شوي، مثل واحد عم يرسم يعني. سو انا بهالوقت رح بدنا نعمل تاني، رح اعمل تاني وحده. اوكي رح ناخذ سوا بريك، يلا وبنرجع على بنشوفكم بتيستينج، على التيستينج. يامي، يلا اتوت. يا هلا بإلي. يا هلا فيكم. كيفك مع الكريم جولي؟ مين ما بيحبها؟ ايه هاي، بس اكيد ولا مره ضايق مع تفاح وتمر. لا ولا مره. ايه انه شوي انيوجوال، بس مانا معتاده الخبريه، بس رح تجربوها هلا. ايه بلكي ما تحبوا، بس انه لا معقول انت عامل عامل وما نحب؟ صعبة اصلا الكريم بريلي، ما فينا ناكل كل ال ايه كل البورسيون. كل البورسيون اكيد يعني، كان لازم نغير لكم اياهم شوي. مرت الجاي سو هلا بناكل هيدي وحدة وهيدي الثانية. ثانك يو شيف بيير. سو انجوي جايز. يلا اول شيء رح ذوق التفاح لواحد. ارجع ادوقها معي. ولازم هيك كلها سوا. تفاح واو. ايه اكيد كلها سوا هلا. يعني ديسير بيرفكت بايت. عن جد هين، ما بده شيء، كثير هين تحضر بالبيت، كل انجريدينت موجودين. صار لي زمان شكلي كريم بريلي مبسوطه. كنت عم تقولي لي كبير الصحن، بعتقد رح نخلصه. كثير طيبه. صحتين. كثير هذا البالانس، هي الاسيديتي اللي موجوده بتساعد كثير منيح، تحسي انه عن جد هيك سكر منه اوفرباورينج. كل شيء بيرفكت. يا بيرفكت، ومنا كثير سكري. لا 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 منا، هي الكريم بريلي الريسيت منا كثير سكري. انت احكي نحن عم ناكل. الريسيت منا كثير سكري، بس الكاراميلاسيون اللي نحن ملزومين فيها وحتى مش ملزومين فيها، يعني لانه عم نحط التوب هون التفاح والتمر، سو فينا ما نعمل كراميلاسيون اذا بدنا نخفف السكر، لانه كل العالم عندها هيجس انه يخففوا السكر هلا، which is سو فينا نخفف السكر وما نستعمل سكر لك انا بالبام مثل ما قلت. وانت بتخفف سكر لانه انت بتضلك ضعيف مع كل هالريسيتات الطيبه. شوية سبار شوية ديسير. اكزاكت، ما هي هي اهم شيء. بيير نحن مبسوطين انك معنا وانك صرت من عائلة هالبرنامج وفخورين فيك كمان. انتم كلكم بتساعدوا. عن جد مبسوط بجد، محمس على على الشو. ونحن مبسوطين مع هالديسيرات الغير شكل اللي عم تعملهم. عن جد رح نجرب ما نكون كثير كلاسيك، تا هيك نفتح شوي اكيد مع تويست تنطلع من العاده شوي. يا 100%. ثانك يو. يو ويلكم. هاف ا نايس داي. اللي انت رح تتابع. انا برجع بشوفكم نهار السبت مشاهدينا، ما تنسوا البسمه. باي باي.